سنة 92 بدأ الأستاذ بسام يطرح مثل هذه الأطروحات. الحقيقة مثل ما قلنا زعماء إسرائيل نفسهم بيطرحوا نفس القول، فهناك ما يبرر ما يقوله الأستاذ بسام، كلام الله أولا ثم كلام زعماء الصهاينة ثانيا. التاريخ والتحليل السياسي بيقول إنه هذا الجسم يستحيل استمرار وجوده. Human Rights Watch في تقريرها سنة 2020 تكلمت عن إنه هذا نظام فصل عنصري. لما تصف نظام بلد بأنه نظام فصل عنصري، هذا بعيد في ذهن البشرية بكاملها نظام الفصل العنصري اللي كان في جنوب أفريقيا، اللي في النهاية البشر ما قدروش يتقبل وجوده، لأنه تقبل وجود نظام فصل عنصري في مكان يعني أن تثير العنصريات والقوميات والقضايا المفجرة للحياة الإنسانية في كل مكان. في يوم من الأيام من سنين قليلة اتصل فيه صحفي قال لي بدي أسألك، طب شو المناسبة إنك صرت الآن بدك تسأل في موضوع 2022؟ قال لي لأنه مؤتمر هيرتزيليا هذا اللي يعقد كل سنة وتقدم فيه أوراق من مفكرين حول مستقبل إسرائيل، قال لي أول مرة في هذا المؤتمر تطرح أوراق تحذر من احتمال زوال إسرائيل، ديروا بالكم. قال وبالتالي أنا لفت واتصلت فيك. تمام؟ فهو الحقيقة في الآن معطيات كثيرة الحقيقة، وحديث طويل من قادة عسكريين وغيرهم مفكرين عم بشككوا في احتمال بقاء إسرائيل. أضف إلى ذلك أحداث الثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي، رغم مجرياتها المؤلمة والمأساوية الموجودة الآن، ولكنها فتحت المنطقة على احتمالات التغير واحتمالات التبديل. بالحرب الأخيرة مثلا التي حصلت داخل قطاع غزة كشفت أن الكيان الصهيوني يفتقر للعمق الاستراتيجي، بمعنى لو كان هناك حرب حقيقية من جبهات متعددة قادرة على إنجاز معركة تحرير، على الأقل معركة نصر ضد إسرائيل في وقت قياسي وفي وقت وجيز، إذا كانت حركة مقاومة محاصرة في شريط ساحلي ضيق تمكنت من فرض حظر طيران جوي على الكيان الصهيوني. ثم إسرائيل في الداخل الآن إيش بيقولوا هم عن أنفسهم؟ القادة العسكريين بيقولوا الجيش الإسرائيلي وصل إلى درجة لا يمكن إصلاحها. تمام؟ اثنين، الشعب نفسه اللي الناس من خلال تعاملهم هون في بلدنا معهم مدركين إنه الشعب اللي اليوم موجود مش هو اللي كان قديم. الآباء المؤسسين حتى فيش قادة، لاحظ في الانتخابات الأخيرة 4 مرات وعداء بينهم شديد. أزعم أنه في بدء تحول في الرأي العام العالمي وبالرأي العام الأمريكي بالذات والأوروبي، لأنه يعني حاملك على كتافي بقالي 70 سنة ضخ أموال وضخ أسلحة واسكت عن جرائمك وسكت العالم وسكت القادة العرب اسكت أنت وهو، يعني حشيلك إلى متى؟ يعني طفل صار عمه يعني 70 سنة وأنا شايله على كتافي. حينما تورط إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب العراق لم يكن ثمة مصلحة للولايات المتحدة في احتلال العراق وتفكيك الجيش العراقي وإنفاق هذه الأموال الهائلة والباهظة والإضرار بالاقتصاد الأمريكي وقتل آلاف الأمريكيين من أجل تفكيك جيش عربي من أجل إسرائيل فقط. إسرائيل الآن تريد أن تدفع الولايات المتحدة، أو كانت في فترة ترامب تريد أن تدفع الولايات المتحدة لشن حرب مع إيران، بمعنى أن إسرائيل بدلا من أن تكون هي القاعدة القتالية المتقدمة التي تحمي مصالح الغرب أصبحت طفلا مدللا يكلف الغرب جنود وأموال وسلاح ومشاكل استراتيجية ومشاكل سياسية. كثير في تغيرات، حتى السنة هاي كان في مفاجآت بعد الحرب الأخيرة، هاي مفاجآت أنه رجال كونغرس بيطلبوا من بايدن أنه ما يزودش إسرائيل بأسلحة. في مدينة واحدة زي ميتشيغان يطلع 250,000 متظاهر، الجامعات انقلبت كلها ضد إسرائيل. إذا كان الإحصائية جديدة ربع يهود الأمريكا، ربع يهود الأمريكا معادين لإسرائيل. يعني الآن فورين بوليسي لما يكتب ستيفن وولد مقال ويقول أنه أما آن لأمريكا أن تتخلص من العبء الإسرائيلي، يعني لمتى حنظل ندعم إسرائيل ونضخ فيها الأموال اللي احنا الآن محتاجين إليها، فهي عبء آن أن نتخفف منه، دبروا شؤونكم. كيسنجر كما هو معروف الآن على فكرة هو في 90 من عمره، ممكن 92-93، ومعروف إنه الرجل هذا ثعلب السياسة ويهودي ومتعصب لإسرائيل، وكان وزير خارجية أيام نيكسون. في 2012 صرح لصحيفة أمريكية إنه خلاصة الكلام بعد 10 سنين ما فيش إسرائيل، وقال وكرر بهذا الطريقة، قال وأكد
بعد 10 سنين فيش إسرائيل. اللي مثل كيسنجر هذا بيكون عنده معلومات على تغير السياسات الغربية وتقييم وجود إسرائيل، وهل هي تخدم المصالح ولا بتخدمش، يعني أصبحت وجودها مكلف ويشوش على سياسات غربية إلى آخره. في الحقيقة هناك نعم مجموعة من التحولات الأساسية الموجودة في الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربية وحتى في الساحة الدولية. هناك حالة سيولة موجودة في العالم قابلة لأن تنبثق عنها أحداث متعددة، لكن لا نستطيع أن نجزم من خلال هذه الأحداث أن ثمة أمر قريب سيكون بعد بضع شهور. ربما لو قبل 5 سنوات أو 10 سنوات كنا أكثر تفاؤلا. نستطيع أن نقول أن هناك مبشرات بالرغم من كل الوقائع المؤلمة الموجودة الآن، في هناك مبشرات بإمكانيات تغيير، دعنا نقول على مستوى متوسط، لكن أن نعطيها أكبر من حجمها، وأن أعتقد أنها، أنا أتحدث الآن على المستوى المادي ولا أتحدث على المستوى الغيبي والإيماني، أن نعطيها أكبر من حجمها أعتقد أن هذا نعم إفراط في التفاؤل. أما على المستوى الإيماني والغيبي كل شيء ممكن وواقع، والشيخ بسام جرار نفسه يقول أن تحرير فلسطين قد يكون معجزا، وهذا الذي يعطي النبوءة قيمتها. التاريخ دائما أو غالبا يحمل مفاجآت كبرى. نعم هناك سنن كونية، سنن تاريخية ممكن نتنبأ على أساسها، نقيس عليها، ولكن ليست حتمية. هناك الكثير من المفاجآت التي لم يكن متوقعا حدوثها، أو على الأقل ليس بنفس الحجم وبنفس التداعيات التي حدثت. منها مثلا سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أقل من سنة، ما كان أحد يتوقع ذلك الانهيار الكبير. الثورات العربية أو الربيع العربي في 2011 وما جاء بعدها من انقلابات سياسية وهزات كبيرة سياسيا واجتماعيا، هذا أيضا مع أن البعض تنبأ به أو يقول أنه كان متوقع له لكن ليس بنفس الحجم. إنشاء إسرائيل نفسه ربما لم يكن متوقعا بهذه الطريقة. وبنفس الشكل ممكن نقول انهيار إسرائيل قد يكون أيضا بشكل غير متوقع، مع أن الكثير من المحللين ما زالوا منذ تأسيسها وحتى الآن يتوقعون أنها لن تدوم طويلا. الواقع أن هذه النبوءة قد تصيب وقد تخطئ، احتمالات إصابتها واردة واحتمالات خطأها واردة، ونحن تحدثنا يعني عن كلا الوجهتين. مطلوب من الإنسان أن لا ييأس وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سوف يغير هذا الواقع. قد يحصل هذا في 2022 وقد يحصل بعد ذلك. ليس مطلوبا من المؤمن أن يضمن النتائج، مطلوب من المؤمن أن يبذل وسعه، أن يقوم بالواجب وليس أن يضمن النتائج. وبالتالي التعلق العاطفي مع النبوءة خطأ، فضلا عن أنه خطأ من ناحية علمية ومن ناحية منهجية، لأنها ليست نصا قرآنيا، هي محاولة لاستنطاق القرآن، وهذه المحاولة عليها ملاحظات وربما يعني تخطئ بقدر ما أنها ربما تصيب، لكنها مغامرة تستحق. أنه ليش؟ لأنه إذا حصلت ووقع الأمر عندها سيكون هي مفرق تاريخي يتعلق بإقبال الناس على القرآن. أنهم ناس، ما هو لغة الرياضيات الآن لغة عالمية، أنت تستطيع الآن، واليوم المسلمين مثقفين موجودين في كل العالم وبيستطيعوا يتكلموا كل اللغات، ولما تقول للناس تفضلوا هذا هو القرآن الكريم، كل كلمة في مكانها، كل آية في مكانها، كل حرف في مكانه، ثم تنهار الدراسات الاستشراقية عبر والتشكيكية اللي كانت عبر قرون بدها تشكك في القرآن وكتابة القرآن وترتيب القرآن وحروف القرآن وزاد وما زادش ونقص وما نقص، هالكلام هذا الجدل الطويل، الحرب الشديدة على الفكرة الإسلامية، كله بنهار عن طريق ما نسميه بالنظم العددية. فإذا هي مغامرة مستحقة إنك تدخلها، ومش يجي الناس يقولوا لك أنت ما جيتش تقول إلا في 2022، لا احنا قلنا قبل 30 سنة. ماشي، هون تصور شو راح يكون ردود فعل البشر مش المسلمين. نعم، الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله، الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله، ما لهم هذول؟ هذول لما بيحصل الحدث ومنقول لهم اقروا هاي الوعد هاي الحدث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم هاي الوعد، هذا بعد الحصول، هاي الوعد شو مكتوب في القرآن؟ إن لاحظوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. شوف هذا إيش؟ هذا تعجب، تعجب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انتم من الناس اللي بكونوا راح يحصل معهم هذا ان شاء الله؟ ما هي مش بعيدة، ظنوش انها بعيدة يعني.